نحن اليوم أمام نظام عالمي جاهلي متوحش مع المجرم ضد الضعيف. اليوم أهل غزة يقدمون نموذجا تاريخيا إيمانيا صابرا للعالم أجمع على التمسك بالحق وعلى الصمود. أهل فيتنام الذين عاشوا عشرات السنين في المجاهدة أو في المعارضة أو في المواجهة الوطنية مو دينية، الوطنية ضد الأمريكان، ليسوا بأفضل من أهل غزة الذين ينطلقون من حق المطلق ومن على أرضهم ويرون التسلسل الزمني المتراكم في ظلمهم من القريب والبعيد، ومع ذلك أعطوا درسا ليس فقط في الصبر والثبات وتعليمنا ماذا معنى الثبات على الحق، وإنما على خذلان العدو الذي وصفوه بأنه لا ينكسر، الذي وصفوه بأنه متأزأد يعني على الساحة العربية والإسلامية ولا أمل في مواجهته. نحن اليوم أمام معركة مفصلية وأمام موقف تاريخي، على الأمة جميعا أن يقفوا مع أهل غزة من غير أي يعني التفات لتشكيك أو لتشويش أو لأمور جانبية، لأنها مسألة عرض وأرض ودم وحق ودين وكل أسس الإيمان التي ينبغي أن ينطلق فيها المسلم في مناصرة هذا الشعب الأبي الصابر المبتلى.